حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك عن شريك بن عبد الله عن انس قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت المواشي وتقطعت السبل فدعا فمطرنا من الجمعه الى الجمعه ثم جاء فقال تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي فادعوا الله يمسكها فقام صلى الله عليه وسلم فقال اللهم على الآكام والضراب والأودية ومنابت الشجر فانجابت عن المدينة جياب الثوب